أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال قد تكرر، حيث يباع في الكتب في المعارض وغيرها كتب تتعرض لتكفير الشيخين أبي بكر وعمر، وكتب تتعرض للزندقة في الإشادة بها، ويسأل أصحاب هذه الأسئلة عن كيفية تعاملنا مع هذه الكتب، وما هي نصيحتكم إلينا؟ نصيحتنا أنكم تكتبون تقرير عن المعرض وما عرض فيه من هذه الكتب بأعيانها، وتسمونها وترفعونه للمسؤولين، ترفعونه للمسؤولين لأجل أن يتخذوا نحوه ما يلزم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.